فإنه في هذه الأيام يحتفل النصارى في العالم كله في زعمهم بميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وعقيدتهم فيه من أبطل ما يعتقد إنسان يمشي على وجه الأرض، ومع ما فيها من الضلال ونسبة النقص إلى الله والكفر والإشراك بالله، فأنت تجد كثيرا من المسلمين جهلا منهم يحتفلون ويحتفون معهم بهذه المناسبة، وهذه مخالفة عظيمة اشتملت على مخالفات كثيرة، أولها أن هذه العقيدة وهذا الاحتفال يجددون فيه عقيدتهم الباطلة أن عيسى هو ابن الله، ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، أو قال: يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، ويكذبني وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وليس بأول الخلق بأهون علي من آخره، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ما جاء في القرآن بخلاف هذه العقيدة الباطلة أن عيسى ابن الله، وهي أن عيسى عبد مخلوق لله عز وجل، وهؤلاء النصارى يعتقدون أنه ابن الله، وطائفة منهم يعتقدون أنه هو الله، وطائفة يقولون هو ثالث ثلاثة، وهم في ذلك كذبة فجرة، حتى قال العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى: لو لم يحكي الله في كتابه أن قوما يقولون هذه المقالات لما صدقها عاقل. فكيف إجوا ناس يا أخواننا يحتفلوا معاهم؟ وسنقف مع بعض الشبهات ممن يريدون أن يضربوا عقيدة المسلمين ويقولون كل الأديان واحد. ربنا سبحانه وتعالى قص لنا قصة ميلاد عيسى عليه السلام في سورة آل عمران وفي سورة مريم، قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ربنا خلق ما ولد لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عشان كده الآيات قبل ربنا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وفي سورة مريم
ربنا سبحانه وتعالى قال فأتت به قومها تحمله. وديل بني إسرائيل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ده ذنب عظيم. يا أخت هارون، قالوا لا يا أخت هارون، لأن جدها كان هارون عليه السلام، ذكروها بجدها الصالح، انت أجدادك صالحين كيف تعملي كده؟ اتهموها بالزنا عليهم لعائن الله. وقيل يا أخت هارون، أخو هارون رجل صالح، ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة وقد ناقش النصارى فقالوا تقولون في قرآنكم يا أخت هارون وقد جاء عيسى بعد موسى بقرون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يعني أخوها هارون كان إنسان صالح. قالوا لا، أخوك ده طاهر، وأمك طاهرة، وأبوك طاهر عمران، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قالوا بعد ما كلمناه وجاءت بهذه الفاحشة، بعد ده تستهتر بينا وتقول لنا اتكلموا مع صبي في المهد؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وده ربنا سبحانه وتعالى جعل براءة لها عليها السلام. وأسعد الناس بذلك هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أثبتوا لعيسى عليه السلام الرسالة، ونزهوا أمه البريئة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، بأول كلمة. ابن كثير قال فأول ما نطق به عيسى تنزيه الرب سبحانه وتعالى من الولد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لأنه حتى لو الصبي بقت في معجزة ويتكلم، ما ممكن يتكلم كلام عقلة ما بيتكلموا. العاقل مهما بلغ منزل في العقل لا يمكن أن ينطق بهذا الكلام. قال إني عبد الله، أنا ما ولد الله، آتاني الكتاب، ده الفرق بيني وبين بقية البشر، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قيل مبارك معلما للخير، وقيل مبارك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ده الميلاد الصحيح، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ربنا قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الحق ده من ربنا سبحانه وتعالى، لا يكون الإنسان من الشاكين. عشان كده ربنا عز وجل قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هذا هو الميلاد الصحيح، ليس كما يزعم النصارى. وبعد ذاك يقولوا إن اليهود كتلوا عيسى الذي هو إلههم، كتلوا وصلب ثم دفن 3 أيام ثم قام، وهذا لا يدخل في عقل عاقل. عشان كده ابن القيم رحمه الله ذكر قصيدة طويلة وسأل النصارى أسئلة منطقية ما يقدر يجاوبوا عليها، ولا قدروا ليه يوم الليلة. قال أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم
أماتوه فهل هذا إله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذن إذا نالوا رضاه؟ وهل سخط الذي نالوه منه فقوتهم إذن أوهت قواه؟ وهل بقي الوجود بلا إله لمن مات؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرتها وقد سمعت بكاه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، ربهم ضم والقبر، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك يعني في البطن، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاغرا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. ولذلك يا أخواننا، ربنا سبحانه وتعالى قال للنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لا يحتاج الله إلى الولد، لأن الله هو الغني الغنى المطلق، ولأنه القوي القوة المطلقة الكاملة سبحانه وتعالى، ولأن له ما في السماوات وما في الأرض، ولأنه الوكيل على عباده، ولأنه لا وارث له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكبروا واستنكفوا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عشان كده يا أخواننا، الأيام هذه هي أيام مفاصلة، دي أيام يحارب فيها الرب سبحانه وتعالى ويؤذى ويشتم كما جاء في الحديث: ويشتمني وليس له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأسبوع الفات جايبين عبارة في التلفزيون القومي: يسوع يعني عيسى هو الله، وربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار. ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. واللي بياكل الطعام ضعيف ما بيبقى رب. قال الله عز وجل في سورة الأنعام قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. المسيح يأكل الطعام والشراب وأمه أكلت الطعام والشراب. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ولذلك يا أخواننا لا يقبل في الإسلام أن يهنأ هؤلاء ولا أن يشاركوا في أعيادهم، لأن الأعياد من خصائص الأديان. المسلم بيفرح يوم 10 من ذي الحجة لأن الله شرع لهم له وللمسلمين الحج، فيتقرب إلى الله عز وجل بالدم ويرجو بذلك رضا الله. في عيد الفطر المسلم يوم 1 شوال يتقرب إلى الله عز وجل بالفرح لأنه أكمل الصيام لله سبحانه وتعالى، تعظيم وعبادات. ديل بيحتفلوا بشنو؟ بيحتفلوا بأنه لربنا عز وجل ولد. عشان كده العلماء قالوا من هنأ هؤلاء في أعيادهم فهو أشد من تهنئتهم على شرب الخمور والزنا وارتكاب الفواحش، أشد مما لو قلت له مبروك إنك قمت الليلة من زنية، مبروك إنت ارتكبت فاحشة، أشد من ذلك أن تكون هذه الفاحشة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بالله شوف الناس دي، شوف البشر ديل كيف يقابلوا رب العالمين بالشتيمة ودايرين ربنا عز وجل يصلح أحوالهم. العباد يقول عباد هو الله، اليسوع هو الله، وهل إذا هو الله يموت ويصلبه اليهود؟ وربنا عز وجل أكذبهم كلهم. قال الله تبارك وتعالى عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. اليهود من تجبرهم قالوا نحن لو ده رسول نحن رسول الله ذاته قتلناه. ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، يعني يقينا ما قتلوه، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ولذلك يا أخواننا ما بجوز النازل الزول يمشي معاهم ولا يجوز مشاركتهم ولا إعانتهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا تدخلوا على اليهود والنصارى في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم، وصدق رضي الله عنه وأرضاه. ومصداق ذلك أيضا في كتاب الله قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، وجاء في تفسير هذه الكلمة كلمات ومعاني متعددة. والقاعدة عند المفسرين أن الكلمة إذا احتملت معاني ولم يوجد بينها تعارض فتحمل عليها جميعا. والذين لا يشهدون الزور من معانيها أعياد المشركين، ومن معانيها الغناء، ومن معانيها مجالس الباطل، ومن معانيها أعياد المشركين. والذين يعني من صفة عباد الرحمن الذين أحبهم الرحمن والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولذلك لا يجوز إعانتهم ولا أن تبيع لهم شيئا يستعينون به على أمر هذا العيد
لو داير أكل وشراب زي ما هو بيشتري منك يومي ما في مشكلة، لكن لو أنت عندك سلعة هو بيستخدمها في أمر هذا العيد لا يجوز لك إعانته. وكثير من الشباب بيمرقوا يقول لك نحن ما جايين، عارفين كلامهم ده باطل ودينهم باطل، لكن نحن دارين نفرفش شوية وعارفين أنه حرام. طيب الحرام إلا اليوم ده بس؟ يوم ربنا بيسخط فيه على العباد سخط عظيم. ولذلك نحن نوصل هذه الرسالة إلى جميع المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يصدقوا كلام ربهم تبارك وتعالى، وأن يبعدوا من مشابهة اليهود والنصارى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.